السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصدقاء وشركاء الحكايات والاستشارات، أهلا وسهلا بكم. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها فأنت وليها ومولاها. ورجعنا لكم تاني في حكاية من حكاياتنا الواقعية الجديدة والمتجددة على طول، لنا شخصيا بستلهمها من أسئلتكم واستفساراتكم المتواصلة على صفحة القناة. الحقيقة حكاية النهاردة هي رد على سؤال دايما متكرر، هو سؤال إجابته قتلت بحثا، لكن مفيش مشكلة، احنا جاهزين وحاضرين في الرد على أي السؤال أو استفسار. السؤال هو: من المسؤول جنائيا ومدنيا عن مخالفات المباني، مالك العقار أم مالك الوحدة؟ في الحقيقة قبل ما أجاوب على السؤال ده، بس يا ريت لو لسه ما اشتركتش في القناة تدعمنا معنويا وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد ومفيد مننا. ندخل بقى في الحكاية على طول بدون مقدمات. في الحقيقة وزارة التنمية المحلية وقبليها الدستور والقانون قالت، خليني أقول في الأول التنمية المحلية، التنمية المحلية في أكتر من تصريح أكدت أن مالك العقار هو المسؤول مدنيا وجنائيا عن المخالفات المباني المقيدة ضد العقار. نقول تاني، الدستور المصري دستور 2014 في بديله 96 وقبليه الدستور 71 والدساتير المتعاقبة كلها قالت إن العقوبة شخصية. يعني إيه العقوبة الشخصية؟ يعني الجاني مرتكب الفعل الإجرامي أو السلوك الإجرامي المؤثم هو من يطبق عليه العقوبة. يعني سعادتك بالبلدي اللي بنى وخالف وجاء موظف الوحدة المحلية أو المجلس المحلي أو مجلس المدينة أو الموظف المختص وجاء حرر مخالفة باسمه أو باسم من يمثله قانونا، هو المسؤول جنائيا ومدنيا عن المخالفة. اتفقنا؟ يعني الناس اللي خايفة تروح تقدم على التصالح، بلاش تخافوا تقدموا على التصالح ويقول لك أنا هروح واسم بيتحط في الأوراق وأشيل مخالفات العقار. ما فيش الكلام ده، الكلام ده كان زمان. كل واحد عمل مخالفة وتقيدت باسمه هو اللي هيحاسب عليه. والكلام ليك يا سعادة مالك العقار، تضامن مع الناس ملاك الوحدات السكنية وروحوا تصالحوا، لأن المصالحة بتساهم معاك أنت في حل مشاكل بالنسبة للمخالفات المقيدة على العقار. يعني المسؤولية دلوقتي بقت مسؤولية تضامنية بس في موضوع التقديم للتصالح، لكن المخالفات يسأل عنها مالك العقار فقط وليس مالك الوحدة. اخوانا قانون التصالح اخره شهر 3 الجاي، اخره شهر 3 الجاي، مش هينفع يتمد تاني لان الموضوع هيكون محتاج تدخل تشريعي، وتدخل تشريعي والتعديلات والقصص دي كلها ليها مواضيع تانية، بس مش عايز افرح الموضوع. اللي بلخصه ان انت لو خايف تروح تتقدم على التصالح، روح قدم على التصالح، انت بتقدم بتقنن وضعك القانوني في الوحدة السكنية اللي انت مالكها، ومالك العقار بيحل مشاكله من حيث اذا كانت في احكام ضده، في غرامات، في كل الكلام ده كله متعلق بالعقار، بيقف وبيتعامل معاه معاملات تانية طالما روح قدم وعمل جدية تصالح. مش عايز اطول في الحدوتة دي، الحدوتة دي كانت رد على سؤال واستفسار من احد المتابعين وردنا عليه، ولو في اي سؤال تاني يتعلق بقانون التصالح او مخالفات المباني احنا حاضرين وتحت امركم، وفضلا وليس امرا دعمنا معنويا بالاشتراك في القناة عشان نقدر نتواصل ونجيب لك كل جديد ومفيد. احنا قناة لا تهدف الى الربح بقدر من احنا بنقدر نهدف نوصل معلومة للمتلقي البسيط غير المتخصص، ممكن ياخد مننا معلومة تكفيه حاجات كتير وتشيل عنه عبء انه ممكن يروح لمكتب محامي اذا كان ما عندوش مقدره ماليه، ممكن يروح يعمل اجراء بنفسه. ودمتم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.